بسم الله. بعد ما عملنا كرييت وضفنا جوه الداتابيز ما عندناش مشكله. المره دي هنعمل الفايند. انا عايز افايند، عايز ابعت رقم الكاستمر بتاعي وهو يرد عليا ببيانات الايه، ببيانات الكاستمر دوت. فهي برضو جيت، فانا هاخد جيت من التيست ديت وهقول له بدل يعني بدل سلاش تيست اخليها سلاش. انا عايز اعمل فايند باي اي دي، فانا هحط كولون اي دي، معناه انه هيبعت هنا الاي دي، يعني هيبقى كاستمرز سلاش وهيبعت حاجه هي بالنسبه لي عباره عن الايه، عن الاي دي. هينادي جوه الكنترولر على فانكشن اسمها كاستمر اندرسكور ديتيلز عشان تبعت لي الديتيلز بتاعت مين، بتاعت الكاستمر بتاعي. فقمت رايح جوه الكنترولر قمت عامل اكسبورتس وهعمل له الفانكشن اللي احنا اتفقنا عليه اللي هي كاستمر اندرسكور ديتيلز اللي انا عرفتها في الروت، وبرضو هديها الريكوست والريسبونس وابدا الفانكشن بتاعتي. هعمل ايه؟ عايز افايند، هو باعت لي خلاص اي دي وانا عايز ادور على الكاستمر بالاي دي ده. فقلت له ماشي كاستمر، بس خد بالك كاستمر بالسي كابيتال اللي هي بتاعت الموديل على طول مباشره. تمام ايوه. دوت فايند باي اي دي، والفايند باي اي دي بيبقى عارف انك هتبعت له اي دي او اوبجكت اي دي يعني. ف فايند باي اي دي، الاي دي هيجي منين؟ هقول له عارف الريكوست والبادي، هتلاقي حاجه اسمها اي دي كوما. بعد خلاص كده خد الحاجه اللي هيعملها فايند، هنشتغل بقى على كول باك فانكشن بقى. فقلت له طبعا كول باك بتجيب لي يا اما ايرور كوما، والكاستمر ده اقصد بيه الداتا الديتيلز اللي بعتت لي، خلاص الديتيلز اللي ايه اللي بعتت لي. فاقول له طبعا اف ان ايرور، هريترن الايرور على طول. ايلس طبعا او من غير ايلس خلاص، لان هو لو عمل ريترن الموضوع هيقف. هعرض بيانات الايه الكاستمر، بس انا وقت مش هخش بقى في تنسيقها. انا هقول له ريسبونس دوت سند الكاستمر كله، والكاستمر المفروض جاي لي على شكل ايه؟ على شكل جيسون اساسا. ريسبونس دوت سند مين؟ الكاستمر بتاعي. فكده المفترض ان الفايند بتاعتي ما فيهاش مشكله. خلاص انا بس او الارو فانكشن عشان كان في ايرور، الارو فانكشن نسينا بس السهم بتاعها. كده ما فيش مشكله، خلاص النود مون قام. تعالى بقى نجرب نعمل فايند. هاخد اي دي مثلا اهو بتاع الكحيل مثلا كوبي اللي هو الاوبجكت اي دي بتاعه. تعالى نروح على البوست مان نعمل ريكوست جديد، فاعمل بيست اللوكال هوست على البورت بتاعنا سلاش كاستمرز وسلاش، وبعد كده احط الايه بيست الاي دي بتاعي. ايوه الاي دي اللي احنا اخدناه كوبي بيست ده. وتعالى نعمل ايه بعد كده، تعالى نعمل سند. زي ما احنا شايفين كده قال لي ايه، ما جابليش نتيجه. طيب مع اني بعت الاي دي مظبوط. ماشي، ايه اللي ممكن يكون عندنا عملنا فيه حاجه غلط؟ احنا بعتين الاي دي مظبوط. طيب هقول له كونسول كده عشان اشوف دوت لوج، ابعت لي بيانات الكاستمر كده اشوفها بس اتعرضت سليمه ولا فيها مشكله. هيلوج لي الكاستمر يعني البيانات اللي رجعت لي بعد الكويري. فعملت سند، تعال نشوف بس اللوج بتاعنا ورا، هنبص نلاقي ايه. ده جابهولي نل. طيب ريكوست دوت بادي دوت اي دي، خلينا كده نشوف الريكوست دوت بادي دوت اي دي، اعمل سند بس كده. انا بحاول اتتبع ايه اللي بعتوا لي undefined، يبقى ده العيب صحيح، لان ريكوست دوت بارامز دوت اي دي مش ريكوست دوت بادي صح، لان ده بارامتر على اليو ار ال. مظبوط صحيح، احنا كنا غلطانين، ريكوست دوت بارامز دوت اي دي. عملنا سند، تعال نشوف بس كده النتيجه. ادي البيانات اهي، ادي التايتل موجود، وادي الاسم، وادي الميل، وادي الفون. بس كان عندنا ريكوست دوت بادي دوت اي دي، لا بقت ريكوست دوت بارامز دوت اي دي عشان انا باعت الايه، باعت الحاجه على يو ار ال من فوق مش باعتها بشكل تاني. طبعا كل ما اعمل فايند اهو على حسونه على اي دي تاني جاب لي ايه بيانات بتاع الحسونه. كده الفايند بتاعتنا مظبوطه، اشيل بس الكونسول دوت لوج دي ما بقاش ليها لازمه عندنا في الايه في البرنامج. وبكده الفايند بتاعتنا تكون اتبرمجت وعرفنا نبرمج ازاي الفايند باي ايه باي اي دي. طيب
دي كانت الايه الروتر بتاعنا اهو جيت اللي هو على اي دي، وادي الايه الاستقبال بتاعه في الكنترولر، ده كل اللي عملناه عشان نوصل للفايند.